السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من طرق شو شبابي جينيراسيون نيوز. اليوم الموضوع ديال النقاش هو التسجيل الصوتي والدبلجة، اللي نتعرفوا على الأثمنة ديال هاد المسألة، على التقنيات ديالها وعلى الكواليس ديال هاد المجال. أما الضيف ديالنا هو الفنان المبدع اللي نتعرفوا على الجديد ديالو وعلى الأسلوب ديالو، هو معتز أبو الزوز، حاضر معنا. إذا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد، نتعرفوا على الضيوف وضيفات اللي حاضرين معنا ومنورين بلاطو هاد الحلقة. مع سماح، مرحبا بك سماح، واش ممكن نتعرفوا عليك؟ مرحبا، ميرسي على الاستضافة. معك سماح داكي، معلقة صوتية معتمدة وحائزة على اتيستاسيون من الأكاديمية العالمية للفنون والميديا، وبنفس الوقت كندرس إعلام. معلقة صوتية في اينا دومين، في اينا مجال، اينا نوع ديال الروبورتاجات، الاخبار ولا اشارات؟ عندي طبيعة الحال كنصايب اشارات اللي هما اعلانات ورد آلي للشركات وحتى الافلام الوثائقية والاخبار. تبارك الله عليك ومرحبا بك. انا كذلك زكريا، واش ممكن تعرفوا عليك اكثر؟ شكرا سي اسامة. زكريا تفالي، صحفي معلق صوتي، وبطبيعة الحال درت تعليق على مجموعة من الماركات العالمية والوطنية. واش ممكن تعطينا مثلا كبسولات ولا فيديوهات ولا إشهارات اللي داز فيهم الصوت ديالك؟ حيت دابا كنشوفوك صوت وصورة، ولكن أنا متأكد أن بزاف ديال المغاربة كيعرفوا الصوت ديالك. إلا تقدر تعطينا دي ريفيرونس بلا ما تجبد لينا الماركات. بطبيعة الحال خدمت مع مجموعة ديال شركات الإنتاج، من بين هذه الشركات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذلك شركات ديال الغاز، شركه المواد الغذائيه، ومجموعه كذلك من الشركات. برافو عليك سيدي وتحيه لك، واش عطينا الكواليس ديال هذا العالم في الوسط ديال النقاش ديالنا. من بعد ما نرحبوا ونستقبلوا بالضيف الفنان المبدع اللي جانا من مدينه تطوان، هو معتز ابو الزوز. مرحبا بك اخويا. الله يبارك فيك اخي اسامه. صافا كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، اللهم لك الحمد. لوك جديد تبارك الله. الله يرضيك. ماشي بركه كنوعوا كن باش الانسان ما يملش وصافي، حتى الصوره ديالنا عند الناس كتولي مقبوله، والواحد كيكون عنده القابليه انه يشوفك دابا وساع، حيت بزاف ديال الناس عرفوك، كنظن واحد الفئه كبيره من الجمهور حباتك وعشقاتك من بعد عقلي فقد عقله. فين كان شعرك طويل شويه؟ طويل بزاف. دابا بغيتي تبدل شي شويه الستيل؟ يعني بغيت نرتاح شويه مع الصيف. لان الشعر طويل، شعر طويل راه فيه تماره، بغيت تقدو تصايبو، هذا خصو الخاطر بزاف. وشويه مع الاغنيه الجديده خصو الانسان يغير اللوك شويه. صح، الاغنيه الجديده غادي نتعرفوا عليها وغادي نشوفوا مقطع منها من دابا شويه. واش ممكن نتعرفوا قبل من هذا الشيء على البدايات ديال كيفاش بديتي؟ واش بديتي في هذا الاسلوب، هذا الستيل هذا، ولا انا ما عادش كنشوفك في ستيلاج واحد اخر ما نخليك انت تجاوب؟ البدايه ديالي انا اول جوج اغاني سجلتهم في مصر كانوا في 2010، من بعد التخرج ديالي من برنامج غنية وعليها اللي كان في الخليج. هاد الجوج الاغاني كانوا من كلمات الحان منير الجزائري، كان تقريبا مغربي على راي، فهذاك الوقت ما كانش السيل اللي كاين دابا دارج في الساحه الفنيه. من بعد ملي جيت المغرب بديت بالسلو، بديت ماشي عويدك اغاني من كلمه والحاني، بديت وصلنا نعطيناهم دقيقه، كاين مجموعه الاغاني قبل عقلي فقد عقله. لكن من عقلي فقد عقله، من بعد ما يعني تلقيت انور مقدور، لقيت ان ممكن ان مثلا نكتفي ان في واحد الفتره معينه اني نغني ونختار كلمه والحان من عند يعني مبدعين شباب وحدين اخرين. فالانطلاقه كانت من عقلي فقد عقله اللي قلتي ان في شريحه كبيره من الجمهور تعرفت عليا من خلاله. والدابا يعني في هذه السنه هذه تقريبا الاختيارات شويه تبدلات، ولينا اجرأ ولكن بواحد الطريقه يعني محدوده اللي نقدروا نوصلوا فيها الناس بزاف، وبلا ما نخدشوا لهم ودنهم، بلا ما نخدشوا لهم عينهم، نخليوا الامور شويه مقبوله. تفضل. السؤال اللي بغيت نسول السي معتز، واش السي معتز لقى الستيل ديالو ولا مازال باقي كيقلب على الستيل؟ لا، هو باين الناس ان معتز هو الخليط من بزاف د الحاجات. يعني معتز هو اللي كيعمل هذيك الكلمه الجريئه اللي مقبوله عند الناس، اللي كيدولوها الناس في الديار، في الشارع، في المدرسه. هو معتز اللي كيدمج، طبعا اللي كيدمج ما بين الايقاعات، كيدمج ما بين بزاف د الحاجات. فهو هذا معتز، هو الخليط من كل حاجه، ماشي حاجه واحده وممله.
وين انت من الاندلسي طرابي؟ كنظن انك عاشق لهذا الموسيقى، اللون الموسيقي. سمعت 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 فيه بزاف، ما غنيتو الصراحه. كنت علاش ما غنيتيش؟ واش كنظن ان القدرات الصوتيه ديالك ما تسمحش ليك، ولكن ولا غير الفرصه ما تتيحتش ليك؟ لا، انا كنقدر نغني من كل لون شويه. بحال الطرابي كنغني منه السلو، كنغني منه الخفيف الظريف، كنغني منه حتى حتى التشكوري. كنقول انا بعض المرات من عاديتني بلا سبع عيب عليك. عندي هذه القدره من كل لون نغني شويه، بين حلقه 100% صوتيه. انا تسجل الاصوات الرائعه. هو زيد على جلستك، زيدنا شي مقيطه يلا من اختيار نتاع من دابا. هذا اللي حافظ انا الموسيقي بغيتي من نغني لكم من اول ما اللي كنت كنغنيهم في البدايات، ملي كنت كنشارك في البرامج الهوات وهذا. كنت كنقول بنية حلوة خدت مني القلب وراحت راحت راحت رامي اشباك فوقي يا شوقي. برافو برافو. يلا سامح جوبي. تبارك الله عليك، ممتاز صراحه. انسان غني عن تعريف، يعني شخصا قلبا وقالبا. الله يسلمك، الله يسلمك. مزيان اللي جا في النهار، قلبا وقالبا. الحمد لله الحمد لله. دير الخير تلقاه. هذاك الشيء معتز. ابو الزوج سميتك الحقيقيه؟ لا، معتز سميتي الحقيقيه. منين جات ابو الزوج؟ لو بير دو لو بير دو جوج. جات من هذاك البرنامج. انا كنت مشارك في واحد البرنامج في الخليج، وطبعا انا تعرفوا عليا الناس من يعني اكبر شريحه تعرفت عليا في البدايه هما الخليجيين. يعني البرنامج اللي كنت مشارك فيه ما كانش كيتشاف، يعني نقول 1% يمكن من الجمهور اللي كيشوفوا في المغرب. فالخليج كانوا عرفونا بزاف هذاك البرنامج، وكيدلعوا. هو معتز كيدلع، كيولي في مثلا في السعوديه معتز كيقولوا له ابو الزوز، يمكن في الكويت كيقولوا له ابو العز، يمكن في لبنان كيقولوا له عزوز. فوليت انا هذا الخليط من هذا الشيء هذا كامل. ملي جيت نعمل الفيسبوك، معتز الاصل ديالي شويه كومبليكي، فهمتي؟ الاصل ديالي يمكن ماشي فني، فاخترت هذا ابو الزوز غير على ود الفيسبوك، ومشات انطلقت في البرامج. شنو اسم الحقيقي ديالك؟ عندي في لاكارت ناسيونال. ما بغيتيش تقول ماشي مشكله سيدي. غادي نتعرفوا على بالصوت والصوره على الكليب ديالك كنموت الخوت، نشاهدوا الصور. نهار وما طال كاع ما دتها شي فيا، زيد عاد درتها في البال، يخلي لي مولات شخصيه، عندي ليك شله ما يتقال، عطيني من وقتك شويه باش ما بغيت عليك عوال. انا احمق واحمق انتي يا هاد السن مخطوب ولا يتسنى المكتوب، راني وحدي وندوب وعلى هبالي منتوب. خير تحكي انتي يا وغطى تضحك للدنيا، ديريك في عيني عفاك حسي بيها تانا موت انا. معتز بان لينا هاد الكليب فحال صورتوه بكري في تطوان. Yeah. صباح بكري نهار كامل لاحيت ليماج ولا معناتها لا لوميير اللي كانت بحال ديال الصباح بكري ولا المغرب واخيرا. لا غير خدمه الالوان تعمدنا باش يكون زعما هذاك وقيت واحد، ما هو نهار كامل من 8 الصباح حتى 8 الليل. دينار كريمس الاخراج هو من تطوان، ومعه الفريق العمل ديالو اللي هو عمر واشرف. كانوا زعما اول مره حنا كنجتمعوا باش نخدموا هذا الكليب. هذا خدمناه في تطوان، هذا ثالث كليب تقريبا كنخدموا في تطوان. كلمات والحان انور مقدور، هذا ثالث تعاون من بعد عقلي فقد عقله وهنياتون، وتوزيع متشرف وغناء معتز ابو الزوز. معتز ابو الزوز. كنلاحظوا ولا كنحسوا بحال كاينه واحد النهضه، واحد المسانده كبيره بين الفنانين ديال مدينه تطوان والشمال عامه. كاين عماد بن عمر، كاين زهير بهاوي، كاين بالعياشي، كاين نتايا. شنو سر هذه المساله هذه وكيفاش كتفسرها نتايا؟ هو ما عندهاش سر، زعما هو الشهد. انسان كيجتهد وكيتابر وكيكافح
كيقدم حاجه جديده ومتميزه. يعني كون ما كانش تميز وتجديد في هذا الشيء هذا كامل كاع ما يكونوا زعما هاد الاصوات هادو باينين بهالطريقه هادي. فكنظن هو سهله يعني هو اجتهاد الخدمه واحد كيقلب شنو جديد شنو باقي ما كاينش في السوق شنو مازال ما عملوش الناس نعملو. وهذا كنظن هي هذه الخلطه ماشي زعما. واش اليوم انت كتعيش من الفن ديالك؟ انا لا الفن كيعيش مني باش حاجه مؤكده باش الناس الجمهور يعرفوا باللي زعما باش كيشوفوا هاد الكليبات وكينزلوا هذا داكشي كيكون زعما من عندنا كيكون انتاج جايبي كيكون جايبي خاص جايبي ما باين حنا الفلوس والكمال على باش الناس كتستمتع. شوف هي هذه هي هذه اللي كنوصي عليها الناس. انا دابا هاد الفنانين هاد الدراويش مساكن هاد الناس الى اخره هي غير شويه فين هي الكاميرا ديالي هذه شويه علينا شو علينا لان انسان يقدر يمشي يسلف يقدر يمشي يرهن يقدر يمشي باش يقدم حاجه هو باغي يعني كيدفن قالت لك هذه المساله تسلفتي وتقدر تقدر توقع لان كتعرف شي واحد خدا كريدي باش يدير كليب كنعرف وكنعرف ناس باعت حاجه باش تصور حاجه لان هي اول حاجه موهبه وهذيك الموهبه اللي خصو يستمر بها كيكافح يعني كيغامر. الفن كيحتاج انك تغامر ما دمت مقتنع بالقضيه ديالك باغي توصل للناس يعني كتعمل هذه باش توصل لواحد الحاجه معينه. تقدر هذيك الحاجه كاع ما توصلك وتزيد تغامر مغامره واحده اخرى باش تزيد تقدم للناس هذاك الفن اللي انت باغي. انت ضحيتي زكريا بشي حاجه ولا ضحيت باش نكون ندير اسم ديالي في مجال التعليق الصوتي ونولي من الاسماء المعروفه في التعليق الصوتي. يعني ملي كنقلبوا على لي فوا اوف في المغرب انت من بين الاسماء الاوائل اللي كيطلعوا طبيعه الحال لانه انا تقريبا مده 10 سنين كنخدم لا فوا اوف دونك فرا الامور ما كتجيش سهله راه شويه بشويه 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 من بعد واحد الوقت راه صافي كدير سميه في السوق كيولي لي معروف وكيعيطوا لك مجموعه الشركات وتيقاو فيك وكتخدم معاهم الحمد لله. قبل ما ندخلوا في غمار هذا الموضوع وهذا النقاش انت معتز عندك حس كوميدي عمرك ما فكرتي تستغله دير مثلا تمثيل ولا الركح مسرح؟ صراحه عملت زعما المسرح وهذا قبل ما نبدا نغني كنت في الجمعيات كنعملوا هذوك التمثيليات وكان عندي يعني هذوك الادوار الكوميديه والادوار الشريره فيهم بجوج فهمتي كنقدر مع اللحيه واللوك زعما لا داك الوقت كنت صغير ما كانش عندي اللحيه كتبقى ما كايناش اللحيه ما كاين هذاك الحس كاين فهمتي غير خصو زعما يتوظف بشعر زوين زعما وشي حاجه توصل زعما نقدروا نشوفوك في سكتش ولا في شي مسلسل. لا كاين دابا الا بغيتي دابا نديرو سكتش ما كاين حتى مشكل يلا دخل الكاميرا عشان ندير سكتش صافي زعما ان شاء الله يقدر يكون ان شاء الله يا ربي علاش ايوا خويا كنتمنوا لك التوفيق وانا حضرت لك شحال من مره تبارك الله عليك فنان متكامل وصويت رائع الاصوات هما الموضوع ديالنا. نهضروا على الكواليس والتقنيات ديال التسجيل الصوتي ديال التعليق الصوتي وديال الدبلجه. خليكم معنا حوار مفتوح من بعد هذا الزابينغ. مرحبا أنا عصام النحالي صوت ناطق باللغة العربية أسجل من الأستوديو الخاص بي وبنفس الجودة التي تستمعون إليها الآن. أيضا في إطار تسويق نفسك هو أن تعرض خدماتك على أصحاب المشاريع على المواقع المختلفة في التعليق الصوتي. هناك ساونديلز هناك thevoicerealm.com هناك voices.com upwork.com و peopleperhour أيضا أنصح به. إذا كاملين فكرت أنا وزكريا باش نديرو يعني تكوين احترافي في مجال الدبلجة والتعليق الصوتي. يعني كنكونوا الناس اللي بغاو يدخلوا لهذا المجال. يعني كنخدموا معاهم تقنيات ديال التمثيل تقنيات ديال الصوت كيفاش يتعاملوا مع الميكرو مع الكاسك كيعرفوا شنو هو الدوبلاج باش كينجحوا الكاستينغ ديالهم بواحد النسبة اللي ديال 90% يعني كيعرفوا الخبايا ديال الدوبلاج كاملين. مرحبا بكم من جديد مازالين مواصلين الحلقه ديالنا. الضيف ديالنا هو الفنان معتز ابو الزوز ومعنا كذلك سماح وزكريا. الموضوع ديال النقاش كما شفتوا في الزابينغ هو كل ما هو تعليق صوتي. وغادي نسولك سماح كيفاش تبديتي في هذا المجال انت؟ صراحة ما كنتش كنعرف هذا المجال. كان عندي اصدقاء في المعهد ديال الصحافه والاعلام هما اللي طالعوني وسابقيني ديال رافتومين وجربت
كان بخبر غير في الدار هكا وشفت القضيه شويه راها دايزه. كنت صرت تسجيل الاستاذ ديالي نيت في المعهد وهو ما انكوراجي قال لي فريمون شي حاجه اللي هي تستحق غير فونس ان شاء الله غادي تلونساي. وهكذا بديت انا لا كارير ديالي. دونك بديتي بشويه عليك بشويه بشويه بديتي كتجربي الصوت ديالك كتمرني الصوت ديالك. انا دخلت دخلت يعني اون فوا قال لي هكذاك مشيت خديت لونتي اكوستيك صايبت حيت قطعه في الدار. لونتي اكوستيك هو داك السيستيم اللي كنحطوه في لا بيس فين كنسجلوا اولا الاستوديو باش انسونوريزيو كما كنقولوا. فوالا ايفيكتيفمون صافي اختاريت قطعه في الدار عملتها كلها اونتي اكوستيك شريت الميكرو شريت الماتيريال صافي وبديت كنخدم ديريكتومون. بالنسبه لك نفس السؤال. بالنسبه لي انا من صغري كيعجبني التعليق كنتفرج كنبغي نقلد كنسمع الراديو كنبغي نقلد الاصوات الاذاعيه. من بعد ما حصلت على اجازه في اللغه العربيه قلت نتجه للاعلام. نتجه للاعلام خدت اجازه في الصحافه وقبل كنت كندير المسرح الجامعي لانه كما كنقولوا فالتعليق الصوتي كيحتاج بزاف في لو جو تلعب بصوتك. هادشي علاش كنقولوا بعض المرات بالفرنسيه كوميديان فوا اوف يعني كاين تمثيل ممثل صوتي تقريبا كتمثل الصوت. من بعد عطينا مثال حي مثلا الا كتهضر على شي موضوع شائك شنو خصك تخدم في الصوت ديالك بينما الا كنتي كتخدم على ما عرفتش موضوع شويه خفيف شنو كتخدم على حسب طبيعه ديالك. المواضيع ربما كاين شي موضوع مثلا لكن مثلا اشهار فكل اشهار كيختلف مثلا كندير حوادث السير مثلا خصك تقول شويه ثقيل لكن مثلا شي اشهار ديال شي ماده غذائيه خصك تزربوا شويه على حسب طبيعه الاشهار وحتى الكليان اش بغى الصوت شنو كيقول لك الكليان مثلا فهو كيقول لك مثلا انا بغيت مثلا شي حاجه حماسيه تقول لي مثلا هاد تقول لي هاد الاشهار بهالطريقه مثلا انا بغيته بهالطريقه صافي انت كتحاول تقول بهذيك الطريقه حتى كتجي مزيان يقول لك سي بارفي مزيان. من بعد كما من بعد كانت عندي واحد التجربه قصيره في الاذاعه كنت في التدريب قالت لي المديره علاش ما نجيش نبداو نخدموا الجينيريك والبوند انونس ولي جينجل ومن ثم بدات المسيره ديالي مع التعليق الصوتي. عندك شي اضافه او تعليق؟ وهي كنت نقول له بعض المرات لك اليوم ما تيقولكش ها كيفاش بغيت مثلا الاعلان ولكن هو الاعلان باغلب الاحوال تيكون بمرح يعني اعلان ترى كتروج لواحد المنتوج هذاك السيد راه بغى ترويج يعني كيف تيولي المعلق الصوتي كياخذ ديك المبادره هو تيشوف داك الاعلان شنو خاصو كيف ما قال مثلا حوادث السير خاصو الرزانه يتقل الصوت ديالو شويه يقولوا باسى يحصد لانه كيوصل فيه حتى الاحساس فوالا حتى دور الاحساس. كنسمعوا بزاف في هذا المجال ديالكم انه كنبغيو الابتسامه تسمع في الصوت. الابتسامه كتبان في التلفازه ولكن في الراديو ولا في اعلان صوتي صعيب نسمعوا الابتسامه. عرفتي علاش صعيب نسمعوا الابتسامه؟ لانه بارفو مع كتبتسم كيمشي لو جو. لو جو معاك يمشي دونك بحال كيخسر الاشهار. دونك تقدر دير ابتسامه مثلا في لا سينياتور مثلا ديال الاشهار او تقدر ديرها في شي بلاصه مثلا في الاشهار ولكن باش دير ابتسامه من الاول حتى الاخر جو كرو كو شويه صعيبه. ما كرهناش ديك المستوى ديال وي سامح. بصح انا كنعتقد ان الابتسامه مزيانه في بعض البلايص تاع الصوتي بعض البلايص كيخسروا شويه حيت كيكونوا توصلوا لك كيفاش كتبين ولا كدير الابتسامه شي حاجه كتبتسم انت بين وبين راسك كتسمع الصوت كتحلم ماشي كنحلم ولا شي حاجه كتفكر دخل لك شي 10 مليار وغتفرح ولكن ما كتسمع هذاك الاشاره بحال كتشوفه بعينك كتخيلو كتخيلو هو بحال سيناريو الاستوديو اللي كتوقع في الاغنيه وكنعالجوها انا وانور مقدور دائما في الاستوديو كيقول لي معتز لان كاين كل صوت والطبيعه ديالو كاين واحد الصوت عريض كنقولوا عليه غليظ كاين واحد الصوت رقيق رفيع هذاك الصوت مثلا اللي غليظ وعريض صعيب انه يخرج ابتسامه لان الناس الاوديو خصو تسمعوا فحال واحد مثلا اغنيه فريحيه كما كنقولوا او الاشهار فريحي خصها الضحكه هذيك الضحكه ماشي ديما كتخرج في هذا فيها شويه الستريس فيها شويه التعب كنخدموا عليها وكتخرج. بغينا نسمعوا الصوت ديالك مثلا فشي تجربه. اي مرحبا انا عندي واحد سبوت على اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. تفضل. تكسيري باش توصل بكري الفطور ماشي مبرر باش تزيد السرعه ديالك في الطريق. سير بشويه واحترم قانون السير. ماشي المهم نوصلوا معطلين، المهم نوصل لعائلتنا بسلام. يا سلام ما كان الابتسامة ديالو وصلات وصلات وبانت كاع اسمعوا كسامح حتى نجيو شي انقطاع واخا نديرو ديال محتوى القطارات مرحبا اوكي
سيداتي وسادتي، القطار القادم من فاس والمتوجه إلى مكناس، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، المسافرين سيدخل المحطة بعد قليل. سكة رقم 1، المرجو من المسافرين الابتعاد عن جانب الرصيف من فضلكم. برافو عليك، انا حسيت براسي في المحطه والله العظيم. برافو عليك، تعطلي شويه تعطلك في العين انا غادي. وحاليا كتخدمي مع قنوات راديوات وتا اعلانات على مستوى ديال المغرب وكنظن حتى الخليج. وي الخليج العربي اكثر، لان انا صوت اعلامي ديال شركه في السعوديه وحتى صوت اعلامي شركه عراقيه الحين، يعني هذا اللي فيكس. عاد كنصايب اعلانات ولا مجيب اري شركات متعدده. وكيفاش جاتك هذه الفرصه ديال العمل معهم؟ فريلانس بليسيت هكا، اون فوا كتخدم مع العميل مره صافي تيدمن عليك وكيتيق فيك صافي، تيقول لك يا اما الا كان عنده بزاف الخدمه من هنا لقدام تيقول لك بغيتك تكون صوت الاعلامي صافي، يعني ما بقاش يبدل من كل مره الصوت كيتسمع، يعني اون فوا تسمع داك الصوت يمشي البال راه هالشيء. وكيفاش ممكن نترينيو الصوت ديالنا؟ وزعما النصيحه اللي كتعطيو للشباب باش مثلا يفكر في هذا الاختصاص؟ هو الصوت في الاول هو تيكون ملكه، يعني موهبه معطيه من الله سبحانه وتعالى، ولكن ضروري خاصها الواحد يصقل هذه الموهبه ديالو مع التدريب وكل شيء. ننصح باش الواحد يكون مثلا معلق صوتي، خاصه اولا يضبط ضبط مخارج الحروف، يمشي لتجويد القرآن لأن كيضبط مخارج الحروف واحد الشكل اللي هو كبير. من بعد حاول يستمع، يعني يكون عنده واحد الأذن كيستمع بزاف ديال الناس، ما يحاولش يركز على واحد لحقاش غادي تمشي ديك الشخصية ديالو، غيولي كيشتبه به ولا كيدير في حاله. عاد ايبوي فاش يبقى يدير ما بين فترة واحدة أخرى يسجل، يعطي للناس اللي هما مثلا فايتينو بالدومين ويطلب نصائح. كاين شي حوايج فاش كنكونوا في الأول ما تنحسوش بهم، كتجينا عاديه وصافي سي بون، ولكن واحد اخر تيقول لك لا رد البال هادي مثلا. مثلا بعض المرات كيكون الواحد عنده واحد الرتابه في القفله ديال الجمل، كل جمل يعني كتكون نفس القفله، فاش كتكون نفس القفله كنخليك مثلا تكون كتوقع القفله ديالي كيفاش غتكون، هنا كنكون فشلت، خاصني لو تيكست فاش نقراه نخليك دائما اكرو، نجبدك ليه ونجبدك ما تبقاش زعما تمشي او لا تزابي ولا تحول كاع داك النص بنفس الصوت، تحاول تكون مختلف. وي يعني كتبدل لو طون ديالك، كتعلي صوتك في الوقت اللي يعلى ويهبط في الوقت اللي يهبط، خاصو يكون واحد الضوابط باش تخليه مزيان. بطبيعه الحال في الموهبه ما يمكنش يكون معلق صوتي وما عندوش موهبه، دونك موهبه خصو عنده قامه صوتيه مزيانه من بعد يسقلها. وانا اللي كيبان لي مهم بزاف هو الانسان المعلق الصوتي المبتدئ يسجل ويبدا يسمع صوته، يسجل ويسمع صوته حتى لواحد الوقت غيدير واحد السيل ديالو، اللي ما نقدرش انا نشبك ولا نشبه شي واحد اخر، لانه بحال هذيك صوتك هو ديك السيناتور ديالك. فما نسمع مثلا في الراديو ماشي الصوت نقول راه هذا هو، هذا راه ماشي شي واحد اخر، فهمتي؟ انا جو كونتر هذوك اللي كيقلدوا بزاف لانه كيبقى في التقليد، واخا كيتقال لهم صوت زوين تبارك الله ولكن ديما كيبقى محاصر في التقليد، ما كيخرجش من ذاك التقليد. فايت لك خدمتي الدبلاجه؟ سبق لي خدمت الدبلاجه. بغينا نعرفوا حتى هي كانت مهنه من هذا الاختصاص، واش كتخلصوا على الكلمه على الحرف ولا الجمله؟ حنا كنتخلصوا على الجمله، الجمله الحوار مثلا. بشحال بشحال المعدل ديال الخلاص ديال الجمله؟ 8 دراهم، 8 دراهم. فايت لك درتي الدبلاجه كذا؟ مازال ما خديتش. وتا هي كيفاش كنعرفوا صوت يقدر يتخلص اكثر؟ ربما صوت مألوف يقدر يتخلص اكثر في الدبلاجه على حساب البطل مثلا. كان مثلا غيدير دبلجه الصوت ديال البطل للمسلسل فهو بطبيعه الحال يتخلص بزاف، لكن غيدير مثلا ادوار ثانويه او ادوار كما كنقولوا ديزا مرور الكرام مرور الكرام يتخلص شويه. ولكن تجربه زوينه دبلجه الصوت، علاش؟ لانه كتعطيك كتعلمك لو جو، كتعلمك لو جو كيفاش تتعامل مع الشخصيات كيفاش. والسوق مقنن للاسف الشديد، السوق غير مهيكل، لي فاكتور ما كاينينش بزاف غير مهيكل، وهذا من بين المشاكل ربما اللي كنعانيوها حنا كمعلقين صوتيين. ربما معك تدفع الفاكتوره مثلا شي شركه الانتاج خديتي مع شي برودوي كتعطل عليك شهرين ثلاث شهور، مع العلم واخا المونطو كيكون صغير ماشي مونطو كبير. بعض المرات عيط لي يطفع لك التليفون يقول لك لا ماشي دابا راه الكليان مازال ما تخلصنيش. بار كونتر كاينين شي شركات الانتاج او لي زاجونس دو كومونيكاسيون كتخدم معاهم بروفيسيونيل. اخر سؤال حيت الوقت كيزحمنا سماح، واش ممكن نقولوا انه
واش ممكن نعرفوا شنو شكون هي الاصوات المشهوره في المغرب او الاصوات اللي كتفتخري بها انت او كتجيبك الانسبيراسيون مثلا؟ صراحه كنت عملت واحد الدوره عند استاذ خالد نجار ومن الاصوات القويه العربيه كاين وائل حبال، هادو اصوات عربيه جدا قويه والصراحه الواحد يقتدي بهم يعني يسمعهم يستفد منهم بزاف. نفس السؤال لك. انا كنسمع اصوات بزاف تبارك الله، عندنا اصوات معلقين كبار بزاف، ولكن انا ديما كنقول لك كنسمع لهم ولكن ما كنبغيش نقلدهم ولا شي حاجه، كنسمع لهم كنشوف الطريقه ديال الالقاء ديالهم، كنتعلم بعض نتعلم منهم بعض الاشياء اللي ربما انا ربما ما عنديش، والحمد لله في السوق المغربي كيصغر بالاصوات صوف كاينه منافسه صوتي وصوف الغناء كاينه شويه كاينه منافسه، ولكن المنافسه ما بيناش بحال اللي قلنا في شي دومين اخر كتبان لك المنافسه. تحيه لجميع هاد الاصوات هذه، وكنصحكم بالصوت ديال المعتز ابو الزوز انتم اللي حاضرين معنا والجمهور اللي كيتفرج فينا. وصلنا لهذه الحلقه، كنتمنى لكم التوفيق في المسيره ديالكم مع سماح. وزكريا كلمه اخيره خويا المعتز. شكرا على الاستضافه وسام امين، وكنتسناوك في شي كونسير كبير ان شاء الله في المهرجانات اللي كاينه، وعلاش لا في شي ستاند اب كوميدي شو، علاش لا علاش لا. شكرا بزاف اللي تبعتوا معنا هذه الحلقه، تهلاو بزاف فراسكم. كان في الاخراج محمد عفيفين، تلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل. بيناتنا Génération Muse.